الله أن تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار وليس كالذين عندهم الحرية سترة للشر. نحن إذا منتبع قول إلهنا وكتابنا هو بيقلنا نخضع لكل ترتيب بشري من أجله هو. الحقيقة لأنه الحرية هي مانا مثل ما بيقول الكتاب غطاء لحتى ينقام بعمليات تخريب وبعمليات تدمير. الحقيقة الشيء بيهون علينا أنه حضارة سنين وأمان سنين وتقدم سنين ينهدم مشان عالم بيقولوا أنه بدنا الحرية. الحرية مثل ما بيقول الكتاب مانا سترة للشر. نحن واجبنا أنه نفعل الخير، وبمحل تاني بيقول مستعدين لكل عمل صالح. خلينا نكون كلنا مستعدين لكل عمل صالح. رئيس بلادنا ما يقوم بإصلاح، ما يقوم تصليحات، نحط إيدينا بإيدين بعض ونساعده بقيام الإصلاحات لحتى بلادنا تضل بلد الأمان وبلد السلام. أمين أمين. أنا بتذكر كان في كليب يا زهير أو عند بيتر أظن، امرأة عجوزة هيك ختيارة، أنا يعني شفته عندك، كانت قد ما قلبها محروق وزعلانة، أخذت صورة الرئيس وما بعرف شو كانت، حتى شو كانت عم تحكي. ممكن يا بيتر إذا في عندك الحقيقة هو فيديو حلو كتير. بس لو سمحت بيتر قبل الكليب خليني أخذ هالتليفون. مين معي لو سمحت؟ ألو مساء الخير. أهلا وسهلا، مين معي؟ الله يبارككم، معكم جوزيف من مونتريال. من مونتريال، اهلا وسهلا فيك. اهلين، انا بشكر الاداره، اداره الاخ جوزيف نصر الله وزوجته ورانيا للسماح لنا لنقدر نشترك معكم بهالبرنامج الشيق. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. منين حضرتك؟ من سوريا؟ من سوريا، عايشين بمونتريال. ايه اهلا وسهلا، تفضل. اهلا، يعني انا على طول بتذكر اشياء، بتذكر في قطر كانوا فاتحين القاعده السيديه لضرب العراقيين بهذاك الوقت، بعد قطر مو جديده بالخيانه يعني. مزبوط، هلا كمان مزبوط، وعم تعمل التشويش الاعلامي الساقط المهزوم كمان ضد سوريا، اللي سوريا هي حاضنه 2 أو 3 ملايين عراقي. بشوف هالضمير الانساني اللي عندهم، يعني قلعوا العراقية من بلادهم وطلبوا اللجوء لسوريا، وهلا عم يحرقوا سوريا مشان قلعوا العالم. بشوفهم شو هدول وسخين يعني. الحقيقة كلامك مزبوط، سوريا احتضنت لا يقل عن 2 مليون عراقي وقت الأزمة العراقية. العراقيين اجوا والأرمن دخلوا والأكراد اجوا، كلهم ملجأ لكل المهاجرين كانت سوريا. هلا وين بدنا نروح بعدين نحن؟ بليز ما تخربوا لنا بلدنا. ولو نظام سوريا مو منيح كانوا جو لعنا هدول. لا طبعا، لو سمحت خلينا نشوف الكليب. طيب خلينا نشوف الكليب اذا بتريدوا، كليب رقم 4. الله العلي القدير هي العليا، كلمة أعضاء الله وأعدائها كسرتنا إن شاء الله. إن شاء الله تدعي إلي الوحدة وحدة مع الله وحدة. الله ينصرك يا حبيبي يا أخي الحبيب، الله ينصرك يحميك ويحمي شعبك، الله يحمي سوريا وقائد سوريا. الله جعلته شاك نخطو بعيون أعداء اللي بكرهوا والشار وبكرهوا سوريا. شباب كلوا إد وحدك، شباب كلوا قلبك، شباب أنا عايشين أدار فرنسا مكاني، صرنا رغيف ناجو يا شباب. كنا نروح نسلم عشب ونحطوا حطب ملح وناكل ونزرع الزيت والخبز، ويعطونا تكليات على نفس الشهر. نروح لصافيطة تنجيبين تكليات باخذوا قواتها، ترباي يقول لها يا شباب حافظوا على سوريا وقائد سوريا، حافظوا على شعب سوريا، حافظوا. كونوا ضد أعداء الله وأعدائكم، كونوا ضد أعداء الله اللي حرقوا القرآن. هاو تحرقوين، الله يحرقين، الله يحرقهم بجهنم وبطها مصير، وهن الى جهنم وبطها مصير. اعداء الله اللي حرقوا القران الكريم، هودي بني ادمين، هودي الشياطين، لعنهم الله، لعنهم الله. يا بشار يا غالب يا تفضل بيتر. الحقيقة نحن منزعل كتير لما منشوف ما يصير بسوريا، ومثل ما قال الأخ إبراهيم نحن متعودين على السلام بسوريا. سوريا قلنا بتعني لنا السلام، كنا بأي وقت نحن سهرانين مع بعضنا
مجموعة اثنين ثلاثة حابين اثنين الصبح ننزل على المدينة نجيب سندويش نبرم بالشوارع نمشي على الطرقات. أمان كامل. أمان كامل، ما بعمره أي حدا تعرض لنا، ما بعمره خف لنا، ما بعمره اطلعنا على الساعة إنه متأخر ما فينا نروح لهون ما فينا نروح لهون. بالعكس نحن حتى نحن أولاد صغار مثلا أهلنا هون بيقولوا لنا مثلا الوقت متأخر يا ابني ما تطلع. أما بسوريا كنت إنه مثلا رايح بالصيفية على سوريا إنه مبسوط لأنه عارف إنه أهلك ما راح يقولوا لك مثلا الوقت تأخر ما تروح لهون انتبه عمول. الحقيقة هيك كلمات ما كنا نسمعها نحن ومن صيف بسوريا، كنا على طول مع رفقاتنا على طول قاعدين ما بعمرنا خفنا أو يعني ما هيك شغلات ما بعمرها جيت على بالنا انه ممكن اي هيك فساد يصير. فنحن الحقيقه كثير بنزعل بس نشوف هيك اشياء ما تصير. لا شك نحن كثير زعلانين وقلقانين على التشويش اللي يصير تجاه بلدنا. يا وانا كمان بدي اعلق على في اتصال. طيب لو سمحتي بس دقيقه خلينا ناخذ هالمكالمه. تفضل. الو سلام الرب معكم. اهلا وسهلا فيك، مين معي؟ معك ابو عبدو من ميشيغان. اهلا وسهلا تفضل. اهلا فيك وانا دمشقي. اهلا وسهلا. اهلا فيك وقلنا حط الموضوع اللي عم تحكي فيه والرب يبارك حياتكم. هذا الموضوع لازم ينطرح لانه في ناس كثير اساءوا لسوريا من خلال الاحداث اللي حصلت، نقلوها بطريقه بشعه ومغايره للواقع. الواقع شيء، حتى احد اصدقائي المسلمين بعث لي ايميل على العيد الكبير على عيد القيامه عم بيحاكيني حكي وكانه مسيحي اكثر مني. يا سلام. وانا تفاجات بالصيغه اللي هو حاطط فيها الايميل، وكان بودي لو يكون الايميل بايدي لاقرا لكم اياه حتى الناس تعرف كيف الشعب السوري كان عايش بسوريا ولا يزال. احكي لنا مضمون الايميل. هالدخلاء يلي عم بيحاولوا يلعبوا بالكلمات، يلعبوا بالعواطف ويلعبوا بامور كثيره، هن اللي عم بيسيئوا للوضع. احسن وضع مرقت في سوريا هو الوضع هذا، والمحطات اللي عم تنقل اخبار من محطات مثل الجزيره مثل CNN وغيرهم وغيرهم، هدول عم بيسيئوا للمواطنين السوريين أكثر ما يسيئوا للأرض السورية. كلامك الأرض مزبوط. السورية صلبة ما بتتأثر، بس السوريين هن اللي عم يتأثروا، وضعاف النفوس هن اللي عم بيأثروا على الشعب السوري اللي عايش بسلام وبأمان مع باقي الفئات والشرايح السورية. إلي طلب خاص. تفضل. رجاء أنه توجهوا دعاء أو نداء للأقنية الثانية أنه ما تتدخل بالأمور السياسية. نحن أقنية دينية بعيدين عن السياسة. أكيد. وإذا بدهم ينقلوا على القليلة ينقلوا الحقيقة الحقائق من جنبين. يدهم ينقلوا الجزيرة وبدهم ينقلوا CNN وغيرهم المحطات، ما في مانع ينقلوا بس كمان اخبار سوريا عم تعطي اخبار بشكل منتظم ومتواصل. ينقلوا شو عم تقول وينقلوا غيرها، وهيك بيكونوا انصفوا الحق الاعلامي. وبتمنى من الرب انه يتدخل بسوريا. آمين. ظهر بسماء سوريا. آمين. وراح يبقى بسماء سوريا ولا يزول اثار الرب، لا تزول ابدا عن الشعب. امين. ولا تاثيراته عن الوطن. امين. نحن مع المسيح دائما والمسيح معنا الى الابد. اكيد. امين. الى الابد. اكيد. والرب يحمي سوريا، يحمي رئيسها بشكل علني وصريح. أمين. وواضح. لانه ما اجى نظام حقق العدل وحقق السلام بمثل ما هالنظام حقق. لا تخاف الرب راح يحمي. شغله صغيره. ايوه تفضل. اذا بتسمحوا لي. تفضل. انه ما بقدر بنكر انه في اخطاء سياسيه نتيجه المستغلين للوضع اللي عايشين مع النظام. صح. اي دوله في العالم هدول كان لازمهم نقص من زمان. بتامل انه سياده الرئيس بشار يقدر
يتصرف بشكل سريع. هلا اسمه ابتدأ بالإصلاح، يبتدئ من الرأس إلى الجذر وليس العكس. شكرا يا أخي على صوتك، شكرا على المكالمة. ربي يبارك حياتكم، يعطيكم ألف عافية ويسدد خطواتكم باتجاه الخير والسلام، والمسيح يرعاكم ويسدد كل احتياجاتكم. شكرا. تحياتي للأخ جوزي. ما في ولا دولة في العالم ولا نظام في العالم إلا فيه أخطاء وثغرات في النظام. في أخطاء في سوريا طبعا، بس إحنا هذا مو هدفنا اليوم. إحنا هدفنا اليوم إنه نحكي حقائق صايرة في سوريا الآن، ونحن هدفنا إنه ندعم اللي بمنصب القيادي في سوريا ونصلي لهم حتى الرب يعطيهم حكمة يتعاملوا مع الشعب ومع الحكومات الخارجية في خلال الذي يجري الآن. أنا مع الأخ الكريم اللي هلأ كان عم يحكي. في قنوات للأسف بياخدوا من الجزيرة وبياخدوا من العربية وبيعرضوها في قنواتهم اللي هي يعني هن مش متأكدين من الخبر، من صحة الخبر، بياخدوها بينقلوها. فأنا بشكر قناة الطريق وبشكر الأستاذ جوزيف نصر الله. أنا كم مرة قلت له أخ جوزيف أنا بدي إياك تعملنا برنامج مشان نحكي من هون نقول لكل الناس أنه القنوات العربية والجزيرة والبي بي سي وغيرهم هيدول ما عم بيقولوا الحقيقة. خلينا نحن نجي من هون. بشكرك يا أخ جوزيف إذا كنت عم تسمعني، يا ريت تدخل معنا مداخلة يا أخ جوزيف. بشكرك كثير من هالمنبر هيدا انك فتحت القناة وفتحت ابواب القناة لنا مشان نحكي الحقيقة. نحن ولا مرة انا ما ردت الاخ جوزيف ياخذ من قنوات ويحط كأخبار عنده اللي بيحصل في سوريا، او هيدي بتكسر بتهدم معنويات الانسان، نفسيته بتتحطم لما ما بيعرف شو هي الحقيقة، لما ما بيعرف إذا ما في حد عنده أهل عنده في سوريا. خلاص قال هيدا بلدي عم بتروح، بلدي عم تخرب. بس هلأ نحن هون موجودين مع الإخوة والأخت مجد لنعرف الناس أنه لا، بلدنا لسه بخير، ونحن هون رح نصلي لأجل شعبنا وبلدنا. وأنا بطلب منكم تكونوا قراب للرب. كل ما قربتوا للرب بتكون إيمانكم أقوى وبتتغلبوا على إبليس. إبليس ما بيخليكم تضعفوا. بليز يوميا اعملوا قراءة يومية من الكتاب المقدس عشان تهدى نفوسكم وعشان تشوفوا إيه هي خطط الرب. إذا ما قريتوا ما رح تعرفوا. الرب من خلال الكتاب الرب بيوضح لكم شو اللي راح تشوفوه، شو اللي راح يجرى، بيخليكم تشوفوا انتوا ماشيين في اي طريق. هل يا ترى ماشي في طريق النور، في طريق الصح، يا اما انت ماشي تابع ابليس ورايح ورا عشان ياخدك الهاوية او النار. اخي زهير معنا تليفون، تفضل يا اخي. هلا مرحبا. اهلا وسهلا، مين معي؟ انا ريما، ما احكي من هيتي. من هيتي، اهلا وسهلا، تفضل. اهلا بشعب هيتي. اهلا فيكم كلكم، مبارك الشاشة. وبهنيكم على هالبرنامج، وبس بدي شارك ولكم الله يحفظك يا سوريا. امين. الله يحميك يا رئيس سوريا، والله يديم نعمته على سوريا. امين. شكرا شكرا. وبهنيكم على هالبرنامج. امين. شكرا لك. بدي اسلم على الاخت مجد وعلى اخت بيتر وللاخوات كانوا عندنا، بهنيكم. تسلمي، ربي يبارك لك. نورتونا الشاشه كلكم. يا ريت يا ريت يا اخت ربي يبارك. يا ريت يا اختي تقولي للكل يشوفوا القناه مشان تكون نفوسهم هاديه ويعرفوا الحقيقه فين، شو اللي عم بيحصل في بلدنا. ان شاء الله.
اوكي معي كل الحق. الرب معك حبيبتي، ربي يبارك. معي طالعين مع سوريا الكل، ما في حدا في يحكي انه ما بده هالحكم هذا، كلاتنا مبسوط، كلاتنا بدنا يكمل الحكم الموجود والرب يثبت نعمته على سوريا وهالامان اللي فيها وهالسلام اللي فيها. امين امين. شكرا على اتصالك يا ريما. شكرا كثير، ربي يباركك. تفضل يا اخي، مين معي؟ هلو. اهلا وسهلا، مين معي؟ الاخ يعود من هيتي. من هيتي، اهلا وسهلا. سلام لجميع الاخوه خاصه للاخت مجد حبيبتي. تسلم. نحن كثير مبسوطين بالبرنامج هذا، ومن نحن نؤمن انه سوريا بخير. امين. يعني سوريا الوحيده انفتحت ابوابها لجميع المسيحيين. والوحيد كنا نحن عايشين في سوريا ما كنا نشعر بالطائفة المسيحية عن غير الطائفة، يعني كان في مجال كثير للبشارة، مجال كثير للخدمة، ونحن منصلي والرب أكيد الرب بيسمع الصلاة والرب سمع الصلاة أكيد. آمين. يعني البكرم الذين يكرمونني سوريا بالفعل الحكم السوري ما يكرم الشعب المسيحي، والرب أمين يكرم الحكم، والرب يظهر كريم يكرم الشعب، يكرم الرئيس، يكرم سوريا كلها. يعني بالفعل البلد الوحيد اللي فتحت ابوابها للمسيحيين في هذه البلد. فبنصلي نحن لسوريا، بنصلي لهذا البلد الرب يدوم نعمته عليها ويدوم بركته فيها. امين. والرب يبارك ويشكرك كثير على البرنامج. شكرا. ورب يكمل معك مع محطة الطريق. اخت مجد انا معطيك بهايتي، اشتقنا لك الدنيا هذه. تسلم. وانا هيك، الرب يبارككم. شكرا يا اخي، شكرا. الرب يبارككم. احنا يا ريت نرجع نحكي مع الاخ جوني عبو من سوريا. طيب تفضل، مين معي؟ هلو؟ هلو؟ الو؟ ايوه يا اختي تفضلي. مرحبا اخ زهير. اهلا وسهلا، مين معي؟ سلام المسيح معكم، معك جولي. اهلا كاليفورنيا. اهلا وسهلا، منين حضرتك جولي؟ انا سورية. اهلا وسهلا، وعايشة وين؟ انا من كاليفورنيا. اهلا وسهلا، تفضلي شو في عندك؟ اهلا فيك، انا حابة وجه سلام خاص من خلال اذاعة الفريق لرئيسنا الدكتور بشار. اكيد. وانا حابة بس عندي تعليق، انا بتذكركم عن البرنامج اللي اعطانا هالفرصة نقدر نحكي شيء بقلبنا يعني بخصوص سوريا. شكرا، تفضلي احكي كل شيء عندك. يعني انا بفتخر اني سورية، وبفتخر انه رئيسنا بشار هو بصراحة بلد الامان، ونحن ما شفنا شيء غير امان بسوريا، وحقق لنا كرامة ونحن بنعتز فيها وين ما رحنا انه نحن سوريين وبنحمل الجنسية السورية. اكيد. وصراحة يعني البناء والتطور اللي صار بسوريا شيء يعني مو طبيعي اللي صار يعني بسوريا بهالسرعة هاي بعصر الرئيس بشار. نحن بنفتخر فيه انه هو رئيسنا وبهالتطور اللي اعطانا اياه، وبهال يعني الدكتور بشار هو رئيس حكيم، واكيد انت قلت كلمه انا بحب علق عليها، يعني حكيت شيء صحيح اخ زهير انه ما في رئيس بينحط الا من عند الرب. اكيد صح. واكيد الرئيس بشار هو مبعوث من عند الرب. امين. ويسوع المسيح بيوصي انه نحن منصلي من اجل بعضنا، حتى لو انه سوريا بوقت ضيق هلا، بس نحن على طول بنحطهم بصلاتنا للرئيس السوري وللشعب السوري للشعب المصري، بنوجه لهم تحيه للكل، وبوجه تحيه خاصه للدكتور بشار، وبقول له الله يحميك ويحمي سوريا، ونحن ناصرين على امل انه سوريا ترجع مثل ما كانت امان، ونرجع نزورها ونرجع نقضي وقت حلو مثل ما على طول الشعب السوري بيقضي وقت بسلام ووقت حلو بسوريا. امين امين. اكيد. شكرا لك اخت جولي. لو سمحتي اسالك، انت كم سنه عشتي في سوريا؟ انا قضيت عمري كله بسوريا تقريبا 25 سنه بسوريا. شكرا لك كثير.
شكرا. شكرا كثير لك وعلى البرنامج الحلو وعلى الفرصه اللي اتحتوا لنا اياها كشعب سوري نحكي. شكرا. يعني هاي الأخ... يبارككم. شكرا. هاي الاخت جولي عاشت في سوريا كل حياتها ومع وهلا هي عايشه في امريكا، ما عندها خوف من اي شيء، عم تحكي يلي نابع من جوا من كلنا قلبه. يا اخ زهير كلنا عشنا في سوريا وما حسينا انه نحن عايشين في بلد غريب، بيتنا يعني كيف الواحد بيعيش حر في بيته، ونحن عشنا في سوريا، خلقنا وربينا وكله امان وحريه وسلام ومحبه. يعني ما بعرف هالناس المخربين شو هدفهم من التخريب، يعني اذا خربوا البلد هن رح شو رح يعملوا؟ هن كمان حيخرب. يعني سؤالي ما هو البديل؟ ما في بديل. لو في بديل نحن عم نشوف شو صار في مصر، طلبوا الثورة، طلبوا حرية، نزلوا الرئيس، شو صار بعدين؟ قاتل، جرائم، واحد بيقطع دان الثاني، واحد بيقتل الثاني، واحد عنده طار مع الثاني بيروح بياخد بطاره، فوضى وإرهاب وجرائم. هيك بدكم يا ناس؟ هيك بدكم يصير في بلدنا؟ هيك بدكم؟ هيدي مش حرية، هيدا تخريب، حرام يا ناس، حرام. ما بعرف بقى. أنا بدي كمان علق شغلي على الأخت اللي حكت آخر شيء عن التقدم لسوريا. أنا الحقيقة آخر مرة كمان سنة الماضي رحت على سوريا، وما كان اللي قبل يعني فترة أقل من سنتين كنت المشوار اللي قبل بسوريا، وبين هالمشوارين يعني سنة الماضي حسيت بش قد بلادنا عم تتقدم لقدام، قديش حضارتها عم تزداد، قديش من كل الجهات تشعر في تقدم، في أمور أفضل عم بتصير ببلادنا. طب بلادنا عم تتحسن، عم تتقدم لقدام، الأمان، السلام، في نقاط غلط نحكي فيها، بس ما في داعي للتخريب، ما في داعي للتشويش، ما في داعي للأشياء الغلط. كان بيتر يشوف شغلات حلوة بالأعياد بسوريا، ما بعرف يا بيتر بتتذكر؟ الحقيقة إنه نحن يعني أحلى أوقات كنا نحب نروح فيها على سوريا هي أوقات الأعياد، تروح تشوف الزينة بالشوارع، الشجر العيد، الترانيم، تشوف الكشافة تنزل على الطرقات. الحقيقة يعني ما بتحس بفرح، بتحس إنك بمحل مبسوط فيه، يعني تزيني وشجر عيد الميلاد، بتحس بفرحة الميلاد، بتحس بالجو، بتدخل بالجو. فالحقيقة يعني ما في حدا منا بيحب أي شيء يصير لهيك بلد. آمين. ما يتح لنا كل هالأشياء الحلوة. أوكي تفضل، مين معي؟ تفضل. ألو. ألو. ايوه تفضل يا اخي. انا ابو شادي من ميشيغان. اهلا وسهلا ابو شادي. انا سوري. اهلا وسهلا فيك. انا بالبدايه بحييكم على هالبرنامج الحلو. شكرا شكرا. وبحيي بلدي سوريا، بلد الامان والاطمئنان. اكيد. تفضل. اخي زهير انا بقول لك شغله، انه هؤلاء المتآمرين على سوريا اخطأوا البلد واخطأوا الشعب. ليس سوريا اللي ممكن يصير فيها اضطرابات كما يحلمون. سوريا بقائدها وبشعبها هي أعلى منهم بكثير. أكيد. التعايش الموجود بين الطوائف بمختلف صنوفها غير موجود في أي بلد بالعالم. بأي بلد في الشرق الأوسط على الأقلية. بالشرق الأوسط خاصة. لا، أغاظهم هذا التعايش بين المسلمين والمسيحيين، ولذلك أرادوا أن يعملوا الفتنة، ولكن الله أكبر منهم. ويسوع المسيح اللي عم يحمي سماء سوريا هو بيحفظ نظام سوريا. أمين. أكيد الله حاميها. آمين آمين. لذلك أنا بشكركم وبشكر هالقناة الحلوة، وبحب أقول كلمة أخيرة، إنه مع الأسف بعض القنوات المسيحية للأسف تنقل بالحرف ما تقوله الجزيرة والعربية والسي إن إن. بأثر على هالقنوات، إذا رادوا يدخلوا بالسياسة يحطوا من الطرفين، ما يعكسوا وجهة نظر واحدة الأصل منها تخريب سوريا. وشكرا لكم كثير، وسلامي إلى الأخ جوزيف وإلى قناة الطريق، والله معكم. شكرا لك ولاتصالك. أنا الحقيقة بحب أعلق على اللي قالته الأخت جولي. الرئيس بشار
أحضر تقدم هائل لسوريا. وهو بصفته دكتور وبحب التقدم وفي براهين. أنا كنت بسوريا قبل سنتين وشفت تقدم بسوريا يمكن ما إله مثيل في الشرق الأوسط. والتقدم واضح. هلو أيوة أخي تفضل معنا تليفون لو سمحت. أيوة مين معي؟ أيوة أيوة تفضلي. ألو مرحبا. أهلا وسهلا مين معي؟ أنا هدى من سوريا. أهلا وسهلا ست هدى. أنا من الحسكة. من الحسكة؟ ايه يعطيكم العافية. من وين عم تحكي معي؟ أنا هون من شيكاغو. من شيكاغو أهلا وسهلا. الله يسلمك. كيف أهل شيكاغو؟ أنا بحب شيكاغو كثير. مليحين مليحين الحمد لله. أهلا وسهلا تفضلي. الله يسلمك. نشكركم كثير كثير ربنا يخلي بشار ويديمه على راسنا. يعني بدي أقول شغلة حلوة. كانت هالشتوية براس سنة صدق زينوا كل الشوارع وإجا المحافظ وإجا يعني كل تقريبا كل الحسكة قلبت على الناصرة اسمها الناصرة. إيه؟ واحتفلوا احتفال ما صار إسلام والمسيحية. أنت كنتي موجودة؟ لا أهلي حكولي. أهلك كانوا موجودين وشافوا كل شيء بعينهم. قدام بيت أهلي الشارع بيت أهلي. يعني إجا المطران والمحافظ وهو قص الشريط عملوا يعني عملوا حفلة كبيرة كبيرة. حتى الاسلام اجوا وصاروا يصلوا وصاروا مع المطران. اسلام مع مسيحيه ما في مشكله مزبوط. اسلام مع مسيحيه صدقني بالحسكه. وحريه كامله. والحمد لله. يعني بحكي لهم بقولوا نحن عندنا راس تعيشوا في عندنا جنه هون. اكيد. نحن نوصل صوتنا لاهالينا ونوصل صوتنا لرئيسنا والله يديمه على راسنا ويعطيكم العافيه. شكرا شكرا لك يا اختي شكرا. هلو؟ هلو تفضل. مين معي؟ هلو شرماس يوسف من ألمانيا. من ألمانيا؟ نعم. أهلا وسهلا فيك تفضل. أنا عراقي مقيم بألمانيا. آسف لشيء يصير بسوريا. أنا زرت سوريا عدة مرات. أنت كنت بالعراق وحاليا أنا بألمانيا. زرت مدن سورية القامشلي والحسكة. أفرح وقت ما أدخل سوريا وأشوف الشعب السوري الطيب المتسامح. شكرا شكرا لك. هو الشعب الأردني ما لمست شيء فرق بين هو ما مسيحي أو مسلم أو أي شيء من قبل هذا. الكل عايشين بأخوة ومحبة. نصلي لسوريا حتى يعم السلام والأمان بأقرب وقت. شكرا شكرا لقرار الطريق. شكرا لك يا أخي شكرا. هاي أخ عراقي وعاش في سوريا واختبر الجو في سوريا واختبر عدم التمييز العنصري في سوريا ولا التمييز الديني. تفضل يا اخي. الو هلو. الو مين معي؟ تفضلي. الو تفضل. معك الاخت منى من فلوريدا. منى من فلوريدا اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك وفي الحبايب اللي معك وربنا يبارككم على هالبرنامج الحلو اللي طلع ويبارك قناه الطريق يلي عم بتوضح الصوره عن سوريا. شكرا شكرا تفضلي. الله يخليك. انا بدي ابعت تحيه للقائد العظيم يلي عنا في سوريا وبحق القول في اسمه بشار معنات الباء بار في اعماله الشين شريف في تصرفاته الله. الالف الاول في ريادته الراء رائع في كلماته وتحيه لبلدي الغالي على قلبي ولاهلي فيها وسوريا بحق القول فيها السين سلام وسرور وسعادة ليها الواو ورد وياسمين وزنبق لأهاليها الراء رغبة أولادها العيش بأمان فيها الياء ينبوع الوفا والحق يملأ أراضيها والتاء تعالوا نشكر الرب يلي حاميها. آمين. شكرا إليك. شيء حلو كثير على الكلام الحلو يا أختي. شكرا كثير. الله يخليكم يا حبايب الرب. عارفين أنا حاولت كثير أعمل مداخل على الفضائية السورية وما قدرت كنت كاتبة هذا الكلام لأقوله مع الفضائية السورية على قد ما كان عليها ضغط كان دايما بيزي لكن بشكر قناة الطريق اللي قدرت توصل صوتي وحبي لبلدي ولأنه بتعلن الحق والحقيقة. أنا عشت نص عمري في أمريكا وعشت نص عمري في سوريا لكن أهلي كلهم فيها وكل يوم بحكي معهم وبشكر الرب إنه الغمامة عدت وكانوا عاوزين يخربوا البلد والشي اللي صار فيها نشكر الرب انكشف وللأسف إنه الناس كانت بتسمع للجزيرة والعربية والبي بي سي بأخبار مغردة وفيها عدم مصداقية لكن بشكر الرب لأجل الفضائية السورية والصدق اللي كان طالع منها واللي عاوز يعرف الحقيقة
الحقيقه يسمع الفضائيه السوريه ويشوف عظمه هالبلد ويشوف الرب اللي حاميها. الرئيس بشار عمره ما حكي كلمه الا دائما يقول سوريا الرب حاميها، وبالفعل الرب حماها. كلامه وبالفعل الرب استجاب لصلواتنا وصراخنا لأجل حمايتها ورعايتها، والرب يكمل عمله فيها ويكمل النقاء والتطهير لأرضها في اسم يسوع. شكرا لك، الرب حاميها بالمية مية. شكرا لك أختي. شكرا لك. الرئيس بشار كلامه مزبوط. أنا بحب أنه نفرجي كليب بعد شوي اللي بيفرجي الرئيس بشار بصيدنايا قبل الكليب. طيب بالأول شي ناخذ مكالمة، تفضل يا أخي مين معي؟ ايوه تفضلي، مين معي؟ مرحبا انا ري، عم بحكي معكم من كاليفورنيا. منين حضرتك؟ انا من سوريا بالاصل. اهلا وسهلا، تفضلي. بحب اقول اول شيء سلام المسيح معكم كلياتكم، وسلام لكل الضيوف اللي عم تشارك معك في البرنامج. شكرا لك. وعلى فكره انا ما صار لي فتره رايحه على سوريا زياره. انت كنتي بسوريا لو سمحتي؟ حوالي سنة ونص. طيب خبرينا شو شفتي هناك؟ أنا كان صار لي فترة ما رحت على سوريا واندهشت. كنت أنا ما رحت على سوريا من أوقات حافظ الأسد. طيب. وأنا لما كنت بسوريا من هذيك الأيام أنا كنت كثير مرتاحة أنا وأهلي، وما كان في أي اضطهاد مثل ما قلتوا مشان الأديان والطوائف مثل ما قلتوا بأول برنامج. أنت حضرتك بعدين سافرت ورجعت على سوريا من سنتين واندهشت بالتطور اللي شفته، وكان تغيرت كثير شغلات علي. رحت على مناطق كثير وشفت الدكتور بشار الاسد كان مهتم بالفنون، كان حاطط تماثيل فنيه وتجميليه بكل سوريا. كثير اعجبت بهالمناظر اللي شفتها. وبعدين في نقطه مهمه، وقت الاعياد ومثل ما قال هلا بيتر من شوي انه كان احلى اوقات هو اوقات العيد واوقات الكريسماس، بكون في أضوية بتجنن، بتحس ببهجة العيد. وأكثر شيء بتذكره أن وقت أيام الجمعة العظيمة كانوا يطلعوا كشافة بكل سوريا ويحملوا المشاعل والنار، بتحس برهبة هذاك اليوم، وفعلا يكونوا كل الإسلام وكل المسيحية عم يتفرجوا باحترام وصمت، وبيكون وقت كثير مرهب وحلو يعني في نفس الوقت. ويمكن ما كنا نفرق مين مسلم مين مسيحي، كان كل الشعب مع بعضه. مزبوط؟ لا طبعا ما كنا نفرق. وبعدين لما يصير هالوقت هاد بسوريا الجمعة الحزينة، كل الناس وكل المحلات تطفي اضويتها منشان يشوفوا النار والاضواء اللي بتصير بوقت بهاليوم هاد، كحزن، كتعبير عن حزن بهذاك اليوم. كانوا كل المحلات الاسلام والمسيحية تشوف كل الحارة كلياتها صارت ظلام، ما تشوف غير اضوية المشاعل ودق الطبل الدرمز، يعني كثير جو حلو كثير. شكرا اخت ريم، شكرا على اتصالك، شكرا كثير. وانا بتمنى انكم تحطوا كمان حلقه ثانيه لحتى تسمحوا لمعظم الشعب اللي بحب يعلم. اكيد الحقيقه اخت ريم في حلقه ثانيه رح تكون بتصور الاربعاء الجاي، اكيد احنا بنخبركم عنها. تفضلي. اكيد اخ زهير، هيدي ما رح تكون لاول ولا اخر حلقه. رح نضل نعمل حلقات متتالية عشان الشعب السوري يشوف ويعرف الحقيقة. ونحن بجد بنشكر قناة الطريق، يعني بيستاهل كمان نحط ايدنا مع قناة الطريق وندعمها شوي مشان نضل نطلع ونحكي ونسمع صوتكم ونعرض الحقيقة للعالم كله. أنا بدي بس أعلق كمان على شغلي مثل ما قالت الأخت آني، أنا عم بنبسط كتير لما عم بسمع كلمة حق، لما عم بسمع هلأ مشاهدين عم بيحكوا كلمة حق، ونحن انفسح لنا الفرصة لحتى نقول كلمة الحق. مشان هيك هذه الفرصة ما وجدناها بغير محل. مشان هيك كتير مثل ما قالت أختي، أنا بشكر كتير قناة الطريق على هالفرصة اللي أعطتنا لحتى نقول كلمة الحق.
وقناة الطريق هلا بوقت عندها عجز مادي عم تجمع تبرعات من أجل مصاريف الشهور اللي جاي. إذا كنتوا شعرتوا إنه قناة الطريق فعلا قالت كلمة الحق وعطتنا الفرصة أرجوكم إنكم تدعموها، والله بده يبارككم لأنه المعطي المسرور يحبه الله. يا أخوتي بكل مكان اللي حكيتوا معنا واللي عم تسمعونا، إذا حسيتوا إنه هالمنبر حر بيحكي كلمة الحق بيحكي كلمة الله بكل حق، ساعدوهم واسندوهم مشان يتشجعوا أكثر على برامج وأشياء فيها كلمة نحن حق. نحن كمان متعطشين لنسمع كلام الرب. فالقناة من خلال قناة الطريق نحن بنقدر كمان نسمع كلمة الرب، نسمع الحق ونعرف وين بدنا نروح، لأي جهة بدنا نتوجه. أوكي. لو سمحت بس ناخذ مكالمة بعدين. مكالمة. بعدين بيتر تفضل. تفضل مين معي؟ هلو؟ هلو؟ أيوة تفضل. نصيح قام. حقا قام، مين معي؟ ما في احنا ألماني. من ألمانيا؟ أيوة. أهلا وسهلا فيك، تفضل. أنا أول شيء يبارك الخير على سوريا وبعم السلام في سوريا. آمين. آمين، تفضل. أنا كنت بريد من القناة إنه تبعد عن المواضيع السياسية. أكيد. ما بدنا صدق. بس هذا البرنامج يعني سياسي بحث. طيب. يا ريت تقبلوا مني هالنقطة اللي بدي أحكيها. تفضل. نسبة المسيحيين منذ استلام حزب البعث في سوريا حتى اليوم، هل ذلك أن نصير؟ لو سمحت صوتك مو واضح، لو سمحت لو تبعد طبعا شوي. طبعا ما راح يكون واضح. ايه لو ترجع بعيد، ارجع بعيد السؤال. بس ايه بعد شوي عن التليفون لما تحكي، تفضل. نسبة المسيحيين في أيوة. سوريا طيب من 50 سنة حتى اليوم، ايه هل زادت أم نقصت؟ ما عندي معلومات، ما عندي جواب لهالسؤال هذا. ما عندك معقول ما عندك معلومات؟ أطلع برنامج عن سوريا وما عندك معلومات عن المسيحيين؟ أنا بعرف إنه في مسيحيين كتير بس ما بعرف إذا نقصوا أو زادوا. أنا لما كنت بسوريا كانت النسبة 15% مسيحيين. اليوم النسبة 7% 8% 8%؟ لا أيوة. إيه ما بعرف، أنا ما عندي تأكيد على كلامك بس تفضل. هاي النسبة كانت من 50 سنة 30%. طيب. فنحن عم نحكي عن نظام عمليا هجر المسيحيين من سوريا. اين طلعوا هم؟ انا عفوا عيد جملتك ما عم بسمعك، نظام شو عمل؟ هجر المسيحيين من سوريا. مصبوط. انا ما فيني وافق معك هون، انا ما في توافق معي السوريين. اذا انت بتسال هلا الكراد والسريان في سوريا، مين حط سوري عفوا الاشوريين والسريان في سوريا، مين جابلكم الكراد عندكم؟ وهجروكم وطفشوكم من البلد. لا يعني هذا معلش تريد تسمعني لانه انت دخلت طيب. بموضوع سياسي كان لازم كلام سياسي. استاذ نصلي للسوريين طيب. السلام والخير بدون ما نحكي سياسي. طيب نحن هدفنا اليوم مو سياسي، هدفنا نحن اليوم نمجد اسم الرب يسوع. عم تمجد اسمه؟ لا انت عم تمدح الدكتور بشار الاسد، هذا حقك الطبيعي. انا حقي الطبيعي وحقي كمؤمن اني امدح الرئيس بشار الاسد. من واجبك تسمعني. طيب تفضل. هذا النظام بشهادة العالم، النظام اللي صار له 50 سنة عليكم سوريا، هو نظام ديكتاتوري. أنا ما فيني وافق معك هون، هذا ما توافق، ما تسمعني طيب. أنا عم بسمعك ما فيني طيب تفضل. هذا رأيك. ما بدي أرد عليك، ما بدي طيب. أرد عليك طيب. هذا نظام ديكتاتوري، فلما نحن نسبح بحمده ونمجده فبنكون عم نبني كنايتنا من جماجم الناس اللي ماتت تحت ايدين هذا النظام. لا لا كمان هذا النظام يعتقد بالاله. عمالك شوي عمالك شوي بدي اطلب منك تبعد شوي عن التليفون لانه صوتك غير واضح، ما عم بفهم شو عم تحكي. بعد شوي عن التليفون لما تحكي واحكي شوي تفضل. هذا النظام شرب وقتل وهجر عشرات الالاف. اخي طيب انا ما فيني وافق على مكالمتك. النظام هذا لم يشرد المسيحيين نهائيا، بالعكس المسيحيين فاتت على سوريا بالتكافل. اخي انا لانه المسيحيين بدهم يصلوا. انا معك طيب. صلاه المسيحيين عم تكون على تمام اتباع البشر في سوريا.
وكرامته هن نفسهم وكرامته المسيحي. انا بقدر كمسيحي نحن عايشين بكرامتنا. طبعا انت قد وزير؟ لا ما فيك حساب كرامتي انا بصلي. ليك اخي كل دوله كل دوله الى قوانين الخاصه. نحن ضد انه الاخوان يجوا يحكموا سوريا لانه يحكموا بنظام الدين الواحد. سوريا محكومه بنظام الحزب الواحد. اوكي الدين أخي الواحد طيب. الحزب الواحد. اخي انا بشكرك على المكالمه. شكرا جزيلا على المكالمه. نحن هدفنا اليوم للمشاهدين نحن ما إلنا اي علاقه بالسياسي ما إلي اي علاقه بالاخوان او بالجهاد الثاني. نحن بدنا نحكي حقائق اللي اختبرناها أقربائنا عم يختبروها يوميا أصدقائنا عايشين بسوريا ونحن هون عم نحكي حقائق عم بتصير يوميا. والشيء اللي منحب إنه نشدد عليه إنه اللي عم نشوفه بالقنوات الثانية هدفه التخريب وتخريب نظام سوريا يلي نظام مسالم للكل ويؤمن الأمان لكل سكان البلد وما في تمييز ديني نهائيا. هلو مين معي؟ هلو طيب نقطع الخط. تفضل بيتر. الحقيقة ما تحكوا عن التمييز الديني وعن طائفات وعن هيك أشياء. أنا بعرف مني أنا ومن رفقاتي خاصة لما كنت بسوريا كنا الحقيقة ننطر الصيف لحتى نروح على المخيمات. كنا نسجل مع الكنائس أسماءنا وننطر المخيمات. كانت أحلى أوقات هي الأوقات المنقضية يومين ثلاثة بالمخيمات مع رفقاتنا. جميع الكنائس تجتمع مع بعضها بمخيمات نطلع رحلات بكل حرية بكل بكل حرية بكل كنا نرنم ونسبح أي شيء ما كان أي حدا يقولنا مشان ما فيك تعمل هيك ما فيك. مزبوط. بشكركم جميعا على وجودكم اليوم معنا ومعي هون في هالحلقة وبشكر المشاهدين وكل من اتصل فينا. نشكركم شكرا جزيلا وان شاء الرب عندنا حلقه ثانيه الاسبوع الجاي او بعد اسبوعين اذا التاريخ غير محدد. ونطلب منكم انكم تساعدوا هدف هذه القناه قناه الطريق واللي هو توصيل الحقيقه لكل ما يجري الى كل العالم. ومنحب ننهي هاي الحلقة بترنيمة. رح نرنم لكم ترنيمة عن سوريا. تعال يا ربي بروحك المس أراضينا يا عطشان لروحك يا إلهنا اروينا. تعال يا ربي بروحك المس أراضينا سوريا عطشان لروحك يا إلهنا اروينا. ونشوف حقك وسوريا بتبركك وسلام بيدوم وينلا إلا أراضينا. ونشوف حقك وسوريا بتبركك سلام بيدوم ويملا يملا أراضينا. املا أراضينا بنورك بديت كنوز فانية املا أراضينا بنورك بديت كنوز فانية. وسوريا تكون بوعودك محمية متبركة مذبحنا هتعلي وسوريا تكون نور ليك أفرح تغمرنا وبهجة وقلوبنا تغني لك مذبحنا هتعليك. وسوريا تكون نور ليك أفرح تغمرنا وبهجة وقلوبنا تغني لك. غير شكل أوانينا بحياتنا نكون إنجيل نشهد ده الحق مالينا ونبركك جيل ورا جيل. غير شكل أوانينا بحياتنا نكون إنجيل نشهد ده الحق مالينا ونبركك جيل ورا جيل. ونشوف حقك وسوريا بتبركك وسلام بيدوم وين